شباب امور تمام وابقى يلا بنبدا يلا. اليوم بتكلم على موضوع لانه في الحلقه اللي عبرت انا مسكت نفسي شويه، لكن في الحلقه هذه قلت انا بتكلم وبسوي لها حلقه خاصه واللي هي ايش؟ سلام عليك. ايوه هي دي. لا لا مش دي اللي بنسوي عليها الحلقه، لا لا ده ما تستاهل ان نسوي لها شيء حلقه حتى. هذه الثوره يا غالي هي الوحيده اللي تغير معاها نظام بالكامل من دون اي ثوره من الدول العربيه الثانيه، لانه من خلال هذه تمت ازاله النظام الجمهوري واعاده الامامه. ايوه صحيح انه الجنوبيين استفادوا منها لكن بطريقه اخرى، لكن انا بقول لك انه اول مره من ستينيات القرن الماضي يعود وبشكل شعبي مفهوم الكفاح المسلح لاسترداد الارض. بعد اول كفاح مسلح كان ضد الاحتلال البريطاني، والكفاح الثاني لما جاوا بالامامه وما بيدخلون بالجنوب لكنه عشقوها. ايوه الموضوع كله بداية طويل العمر بالاحتجاجات من جامعه صنعاء بمظاهره طلابيه معاهم كم مطالب حقوقيه، مع كم نشطه حقوقيين نادوا برحيل عفاف، وبعدين توجهوا الى السفاره التونسيه. كل هذا كان في 11 فبراير 2011 علشان دعم الثوره التونسيه في ذاك الوقت، وينادون بثوره جديده عندهم. وهذه طبعا من الاشياء اللي تفضلها اي معارضه، وكان من ابرز المعارضه وقتها من ايوه هم الاوساخ قصدي الاصلاح. طبعا الاصلاح تبنى الموضوع بالكامل وشلها على المستوى العسكري والديني وكل شيء، وزادت حده هذه المظاهرات بعد ايام الثوره المصريه في 25 يناير 2011، وبعدين زادوا المتظاهرين بشكل كثير، وبعدين تدرجوا بانهم كانوا يطالبون بحقوق بسيطه الى اسقاط النظام. شوف يا الغالي انه الاخوان في صداره المشهد الثوري في كل الدول العربيه اللي قامت فيها الثورات، مصر تونس وسوريا وليبيا والجزائر يعني يم. وانا بجاوبك على سؤالك انه ليش الاخوان تتصدر هذا المشهد، انت سالت صح ولا مساله بجاوبك. اولا يا طويل العمر انه الاخوان هم يمثلون المعارض الرسميه لهذه الدول من دون استثناء، وماشي بديل معارض غيرهم، فالوجود بيكون ضعيف قليل. والشيء الثاني انه هذا التنظيم يمتلك بيئه عندها قدره على حشد اتباعها وبقوه، وبعدين حولت مسار هذه الثورات لصالحها. والشيء الثالث الدعم الخارجي اللي ما يوقف، دعم يكب عليهم كبيب بالملايين. شوف يا الغالي التنظيم المالي والاعلامي الاخوانهم الافضل في هذا المثال، تقريبا افضل من ريال مدريد وبيريز نفسه، يعني بالمختصر ده شغلهم هو ده المسجد اللي يصلون فوقه. يعني في 2011 في 22 مارس الامام حسن يعلن انضمامه للثوره اللي كانت ثوره الشباب وبعدين اصبحت ثوره الاخوان. طيب السؤال اللي يطرح في البال هنا، هذا الرجال محسوب على النظام ولا انه الثوره هذه قامت عشان انه تسقطه؟ طيب كيف جاء وانضم معهم؟ عاد فهمنا احنا هذا الموضوع بالضبط. انضمام هذا اللاعب بيقودنا احنا الى شيء كبير، بيقودنا احنا الى عمليه احتكاك عسكري مع عفاش. اللهم اضرب الظالمين وبالظالمين واخرجنا منهم سالمين، لان الجيش اليمني وقتها مقسوم قسمين، حرس جمهوري ومسيطر على عفاش، والفرقه الاولى مدرع المحسوبه لعائله الاحمر الدراع المساند للاخوان في اليمن. وبعدين تزيد الضغوطات على عفاش ويعلن صادق الاحمر شيخ مشايخ قبائل حاشد دعمه للثوره، وبعدها اندلعت معركه صنعاء او حي الحصبه في 23 مايو 2011، وبعدين حصل قتال عنيف بينهم وتزايدت وثيره الاشتباكات، وصل انه الحرس الجمهوري يستهدف مقدرات الفرقه الاولى مدرع. وبعدين في واحده من المراحل تم جرح عفاش في حادثه شهيره وهي حادثه النهدين في مسجد دار الرئاسه في 3 يونيو 2011 اثر استهداف صاروخي، يعني عمليه اغتيال. وبعدين طلع عفاش ولابس الحمدانيه، والعمليه هذه عفاش ما نساها ابدا لانها سوت له علامات تذكره بالثوره، ومن ابرز العلامات اللي سببتها له انه مش قادر كان يفتح الايباد بالبصمه لان الرجال لابس قبازات اكثر من شهر. والعمليه دي بالذات عفاش ما نساها ابدا لانها لقت له علامات في جسمه. شفت حق شاب يا معلم ابو النار لقوا له وخس منه عادي، وكل مره اشوفه يقول اخ تذكروا بالاصلاح وثورتهم. لك على الرجول لك عيوك خلوه فسعون يا حيف بس يا حيف. طبعا عفاش قال له كذا بس بالشمالي مو بالرقيده. هذا الموضوع بتكون له تداعيات على قراراته الشخصيه وبتأدي لوفاته، وانت اربط التاريخ وبتفهم، والاطاحه بالاخوان وطردهم من الشمال كامل. بعد التعليم او الجرح اللي تعرض له عفاش سافر للعلاج في السعوديه في 4 يونيو وجلس 4 شهور. الفيزا حق العمره تطلع 3 شهور، لكن الشهر ده طب وين عفاش ما حد داري. وبعدين رجع في 23 ديسمبر وتغير في تمسكه في السلطه، ويقول طبعا خوفا من حدوث حرب اهليه. لا يا شيخ حرب أهلية وذاك اللي حصلوها الله العظيم. وبعد شهرين يعني في 23 نوفمبر وقع عفاش في الرياض، يعني رجع للبلاد احنا ما خريت الفيزا وطلع ثاني مرة للرياض لأنه ماشي عليه بصمة عين يا تعرف بصمة دهن الايباد بس برضه. وقع في الرياض على اتفاق نقل السلطه وتشكيل حكومه وطنيه خلال 14 يوم واجراء انتخابات رئاسيه خلال 90 يوم، وعرفت هذه الاجراءات بالمبادره الخليجيه المعروفه
للخروج لأمن من لازمه. وبعد كده نقدر نقول انه حكم عفاش انتهى على يد الاخوان. انتهى الحكم في 25 فبراير 2012، ودعم الاصلاح هو الحزب السياسي للاخوان في اليمن هذه الاجراءات، لكنها ما حصلت قبول شعب لانه كان ماشي رئيس انتخبونه. لكن العمليه كلها عباره عن عمليه استفتاء. صالح النايب في ذاك الوقت عبد ربه منصور هادي 21 فبراير، ونصبوه في 25 فبراير. وفي هذا الوقت كانت مظاهرات كبيره في الجنوب ترفض هذا الامر، واخرى في الشمال تأيده. صدقين برغم انه هذا جنوب يا عبد ربه هذا، لكن محسوب على نظام عفاش. وقابلت هذه النتيجه اللي تحصل عليها هادي بحسب البيانات الرسميه على تأييد 80% من الاصوات. طبعا هذا كله قاع باستخفاف بالجنوبيين، لانه وقت هذا كله اللي كان حاصل كل الجنوب توحد ورفض عمليه الاقتراع وقدم شهداء وسالت الدماء. وهذا تعتبر واحده من اهم محطات الحراك السلمي الجنوبي. وقتها حزب الاصلاح فرح عظيم لانه ايد الخطوه ودعم المرشح هادي. وبعدين عفاش استخدم الحوثيين للقضاء على حزب الاصلاح، وبعدين الجماعه كلهم طردوهم وقاشوهم من صنعاء عبر الميليشيات الطائفيه. وهنا انتهى المستقبل السياسي لحزب الاصلاح في الشمال، وظلوا متمسكين بالمحافظات المحرره اللي هي سبحان الله كل محافظات الجنوب محرره، لان الجنوب رفض الفكر الطائفي والامامي الا فقط مديريتين في الشمال، واحدة بتعز واحدة في مارب. هذا اللي هو خلونا بسمار جحا اللي لاجع فيها حزب الاصلاح. لهنا خلصت حلقتنا، والجنوب قادم يا شباب.